السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من بغيت أقول ستراند ديب والله من بانشت أو المنفين. ختمنا الحلقة الأخيرة من الليت وينتر أو نهاية الشتاء، أتذكر هو الثلج كذا يتساقط، وآخر شيء تقريبا بنيناه اللي هو الثلاث مزارع هذه، لكن الغريب في الموضوع أنه ما يظهر لي أي بيانات من المزرعة. خلنا نشوف مركز المدينة التفاصيل اللي فيه. حاليا عندنا 13 فاميلي و10 بيوت، يعني يطالبوني ثلاث بيوت مثل ما تشوفون، وفيه ثلاث عمال بدون جوب، بدون وظائف. وش علامات استفهامهم؟ انا صراحة انا افكر هذا بلاك سميث والمحل حقه مسكر، وهذا بلاك فيول ريفاينر والمحل حقه مسكر. ايوة، يوم تسكر المحلات لابد انك تطفي الوظائف، ترجعها الى صفر عشان تنحل معك المشكلة. بلاك سميث واحد اتذكر شغال في هذا المكان الوركشوب، ايوه واحد من واحد كذا بيكون توتل، لان هذا يعتبر برضه بلاك سميث. تشوفون الشعار هذا او اللوجو هنا يقول لك ايش نوع الوظيفة، فهذا يعتبر بلاك سميث، يسوي لنا الملابس والايرون ومعطينا هالليمت 50. وهذا كذا تمام، حلينا مشكلتين. الثالث وينه؟ الثالث كان فيشرمان. طيب فيشرمان وش تسوي هنا؟ هذه شوية بيوت بنيتها، هنتر صغير وقذر صغير وخيمتين وستورج، بس صراحة بعد ما بنيته كنسلت الفكرة. حسيتها يعني تخيل اثنين يشتغلون هنا على المباني الصغيرة هذه، والرينج حقها جدا صغير احسه، فقلت خلنا اطفيه واخلي الهنتر هذا يشتغل مع الهنتر اللي موجود هنا. فهنا في اربعة هنتر والرينج حقهم كبير والشغل حقهم نظيف. شوف ما شاء الله في سيزن واحد 500 لحمة، غير لحم الخنزير كرومتو ودكت ميت والسواليف الطيبة هذه. طيب الفيشرمان هذا لازم ارفع هذا. انا قلت لهم اربع توتل وظائف فيشرمان، فهذاك يدور ما يدري في اي فرع يشتغل، لان هذا كان ثلاثة من ثلاثة، فلازم نقول ارفع الليمت في هذا الفرع. فمجرد ما احطها اربعة، شوفوا الحين بيصير اربعة من اربعة، تنحل المشكلة هذه بعد شوي. خلها بس يستوعب اني زدت فرد واحد هنا، ومفروض انها تنحل المشكلة. هذه شغلة خلوا عنكم عليها. الشغلة الثانية اللي ودي اشوفها اللي هو قلنا 32 شخص. طيب انتاج الاكل كيف هذه السنة؟ اوكي السنة توها بدت ايرلي سبرينج، فصفر لي هذا. اوكي خلنا نشوف السنة الماضية 3200 و2800. يا رجل تركيزي انا على الاكل من بديت السلسله هذه، وانا اقول تركيزي على الاكل، وين الاكل في الموضوع؟ ألف هذه ولا شيء، مجرد ما اطفي طيب انا بسوي اعاده فرز للعماله. انا ارويكم شلون هذا موده يجي يشتغل هنا. وينك انت يا فيشرمان؟ لانه بعيد ممكن تايهه. هذه ميري، تعال يا ميري، بعد شوي بتشوفونها راحت في هذا المكان. طيب بما ان بنعيد فرز السواليف هذه كلها، اول شيء الفيشرمان ليه ما في قريب منه ستورج؟ مش قلنا جنب كل مصدر اكل يكون فيه ستورج، وجنب كل مصنع فيه ستوك بايل يحطون فيه؟ الفورستر ما هو شغال، ما عليه، حطب ما حط، بنطفيه. اوكي عندنا القذر هذا مطفينه، خلنا بحذفه واحط قذر كبير. القذر كبير هذا اتوقع هذا بيحلنا مشكلة جدا كبيرة. خلنا نشوف شكل المبنى، شوف الرينج حقه يا كبره ما شاء الله. القذر هات، هذا طبعا يشلنا من الفواكه والسواليف الطيبة. شو يا شباب، هنا الارض غير مستوية، لو تلاحظون يطلع لي بالاحمر. فايش ممكن تسوي؟ تيجي عند التولز هذا، ما ادري اذا تكلمت عنه. هذا في عندك نوعين، فلات وفلات باور، اتوقع الاثنين نفس الغرض، ما ادري ايش الفرق صراحه، بس مجرد ما تمسك الارضيه هذه بيروح يساوي لك اياها. شوف كيف خلالي اياها سحبه واحده، ولكن يمسح لي الاشجار، فانتبهوا انكم ما تستخدمونها في حاله وجود اشجار كثير. بس ما عليه، انا ودي افضي المنطقه هذه، ما راح تراجع. القذر هاوس للامانه كان مفروض من زمان احطه، خلني اخليه من المقابل عشان اشمل هذه المنطقة اللي هنا. طبعا راح ابني له بيت
هذا بيت هنتر جنبه، عائلة ال دقيقة، هذا مش عائلة هنتر، هذه عائلة مين هذه؟ خلنا نشيك. إلا عائلة هنتر، بس الظاهر ان هنتر شغالين فيه له اكثر من عائلة، فلازم ارص هنا بيت زيادة الهنتر وبيتين للقذرر. هم يطالبوني بثلاث بيوت قبل شوي صح؟ راح تجيهم البيوت اللي يطالبون فيها. ببني ثلاث بيوت، اللي هو الشكل اليمين والشكل اللي بالوسط والشكل اليسار. الفشمان لسه ما انحلت المشكلة، ما ادري ليش هذه التايهة هنا جاية. هنتر اخيرا رجع يستخدم الماركت اللي هنا او الستورج اللي هنا، وتقريبا يروح اول شيء يوصل هنا بعدين يرجع لهذا. حلو، 4 من 4 انحلت مشكلة السمك. الحين القذر هت هذا اللي تأخرت فيه، لابد ان نستعجل. هذا البيت الواحد يتطلب 24 ستون، فنحتاج 72 تقريبا من الستون. نعطيهم امر ازالة الستون اللي قريب يبنون فيه هنا. هنا بنحط لهم ستوك بايل صغير جنب منطقة البناء. خمسة في ثلاثة كافيهم قريب منطقة البناء. وهذا نسوي له إزالة. نكبت نفسي أنا بالمود هذا إني أجرب الشغلات الصغيرة، لخبطتني صراحة. كنت دائما أبني الهنتر الكبير والقذر الكبير في المناطق هذه، وهنا قذر كبير، هنا فورستر راح يقصص في الأشجار ويزرعها من جديد. ممكن نحط قذر ثاني هنا أو مثلا في هذه المنطقة، قذر وهنتر. بس ما راح أقدر، أو عندي الخيار الثاني أني أزيد في المزارع، أخلي 2 في كل مزرعة. أنا ودي أشوف هذا الموسم كم راح يجيبون. طيب نشوف البيوت هذه، شوف البيت هذا شغال فيه هذا راعي المزرعة، فالبيوت برضه هنا راح أحتاج أبني. الغريب في الموضوع أنه ما حد جاني من برا، من عوالم ثانية يطلبون مني اللجوء أو السكن معي. فيه بدو يجونك كذا ويطلبون منك السكن، إن شاء الله مجرد ما يجونا راح أرويكم. هذا بيفيدنا، يعطينا بوست كذا خفيف. هذا البيوت أحسها مناسبة مع المزارع، شكلها رهيب صراحة، وعندك كذا شكل منه. خل نبني هنا 3 للثلاث عوائل هذه اللي بتسكن هنا. طيب أنا بنيت بيوت كثير الحين، 1 و2 و3 وهناك 1 و2 و3. مثل ما قلت لكم بطفي كل شيء، بطفي كل شيء ما عدا مصادر الأكل، حتى خشاب هذا راح أطفيه اللي يحط لي فاير وود. فاير وود عندي 75، لكن الشتاء لسه بعيد شوي. يوم تطفي لا تنسى تصفر هذا. في وود كتر ثاني، مين الود كتر هذا؟ هذا راح أطفيه بعد، هذا راح أكنسله. الاثنين يقومون بنفس الغرض عشان نعيد ترتيب المدينة. العسل عندي 2، واحد شغال هنا واحد بشغله هنا، بس كيف المصادر اللي يجيبها في خلال الموسم الماضي؟ 135 هني، شو رايكم نطفيهم فترة مؤقتة؟ الهيربستر مهم، اللي هو الدكتور اللي موجود هنا، طبيب يعطيهم بالعشاب يعالجهم، بنخليه. الهنتر 4، مين بعد عندنا؟ تريدر 1، للحين ما جانا تاجر، راح نخليه. بس على طاري تريد، ايش الشغلات اللي ارسلتها للماركت انا؟ 500 فاير وود، رجع يا حبيبي رجع. اذا بتاجر تاجر 100 فاير وود، لا تاجر باكثر. خلنا نشوف الشغلات الزايدة عندنا. سورت باي كوانتيتي، 600 لحم. الفودش هذا باقي 200 عندي، برسلها للستور. كان موجود عندي 700، بخليها 900 تقريبا. الحين كل اللي موجود عندي في الستور، الفودش هذا برسله. هذا يجيبونها من الغابات صراحة، ما ادري وش فائدته، بس لو جتنا شغلة مهمة راح نتاجر او نستبدل فيها. طبعا التريدر هو يروح للستورج يجيب الاغراض ويحطها هنا، ما عندي الا تريدر 1 ما اقدر ازيده، فيتأخر في نقل المواد. شوف الحين صاروا عندي 10 عمالة ومهندس 1 و1 طبيب، الباقي كله اكل. خلنا نعطي اولوية للبيوت اللي بنيناها، لان في ناس يطالبوني بسكن الحين. هدمت بعض البيوت الصغيرة، الخيمتين اللي كانت موجودة هنا، نسرع الوقت شوي. خلنا نجمع المصادر اللي موجودة هنا.
بما اني حطيت خلنا نقول 3 مهندسين و8 عمالة، نقرب ستوك بايل منهم واحد ثاني بشكل طولي في هذا المكان جنب المزارع، وهنا في مصادر برضه يجمعونها، عندهم ستوك بايل لو تذكرون حطيناه في هذا المكان كافيهم. هنا البيت القذر خلص، القذر هاوس على طول نعطيها 4 يشتغلون فيه، وهذا البيت قرب يخلص. ودي أبني جسر صغير في هذا المكان بحيث أنهم يتوصلون له، وبرضه في هذا المكان عشان القذر والهنتر يقدرون يوصلون للجزء هذا، لأن مثل ما تشوفون تغطيتهم توصل لهنا، فما ودي اني احدهم بسبب انه ما في جسر فيسطحون الجزيرة هذه شوي. الحين نجي نحسب، عندنا الوظائف كلهم عمال عشان لا تلخبط، مع اني احتاج بلدرز يخلصون البيوت. المصادر خلهم يجمعون لنا مصادر، اول شيء نطلب منهم الالموست اول اللي هو الستون، يجيبون الست ما شاء الله هنا في كثير، عندنا هنا ستون كثير، هنا شبه نظفوها هالمنطقة، هذه شبه نظفوها بعد. طيب يا شباب الحين بنرجع نحسب، عندي 24 بالغ او 24 عامل، احذف منهم 7 اللي ووركرز حاليا، وبعدين بحولهم الى مهندسين. نحذف 7 من 24، باقي عندي 17 شخص. طيب هل 17 شخص كلهم في وظائف الاكل؟ لا، عندي واحد تريدر اوكي، واحد طبيب. من 17 احذف 2، باقي 15 شخص. 15 شخص انا اقول لكم وين شغالين، كلهم اكل، 4 هنا فش سمك صيادين، و4 قذر يجيبون فواكه من الاشجار، و4 هنترز. هذا كم؟ هذا 12 زائدا 3 مزارع. فالحين يعني تقريبا مش طاقتي القصوى، طاقتي القصوى بتصير اذا زدنا في الفارمر الواحد او في المزرعه الواحده حطينا 2 مزارعين، انتاجهم بيكون اكبر. لكن انا ودي اشوف الحين، شوف الحين يحصدون، دخل علينا الخريف على طول يحصدون. طبعا الفارمر بس عليه انه يحصد، بعدين العمال المفروض هم اللي يجون ينقلون. هذا الفرق بين انك لو مشغل البيك اب ولا مش مشغله. فانا الحين مطفيه عشان لا اشغله، خليه يفك الحصاد على طول. هذا بطاط، واللي في الوسط بلاك بيري. الايرون بدا يقل عندي بشكل كبير، فبشغل ورك شوب هذا، نخفف حداد واحد وخليه يستخدم الايرون العادي. جاني تنبيه ستون از لو، اقل من المطالب اللي نباها، خوفي بعدين انحشر ما اصير ما اقدر ابني مصنع الستون، خصوصا لو كان يتطلب ستون. خلنا حتى نحطه وبعدين نوقفه. شوف عندنا الماين، في ماين صغيرة تذكرون الميني ماين، هذا يعطينا الايرون. ماين فيليج ما يحتاج يكون متصل بالجبل، هذا غريب والله. طيب التيني ماين هذا احسه افضل من الثاني اللي كان يجينا من الميني، هذاك كذا شكله ما ادري كيف بدائي جدا، 15 خشبة. طيب مشكلة الايرون كذا نكون مضبطينها، باقي عندنا مشكلة الستونز. اوه هذا يتطلب اللمبر، اللمبر ان شاء الله بعدين نضبطه. هذا اتوقع انه اذا حفر الارض خلاص، رهيب شكله صراحة كواري. هذا يطلع لك ستون مساحته جدا كبيرة، حسها تنفع في هذه الاماكن. بس اللامبر، اللامبر يبالها شوي قدام. طيب خلنا نجرب شيء ثاني، ستون شاك جروز ستون تو هارفست. كيف هذا يعيد زراعة الستونز؟ اما جديدة هذه، خلينا نجربه وش ورانا. والله بيكون شيء رهيب صراحة اذا فعلا مثل ما انا فاهم، نجربه. خله وراي، ابغى تيني كويري، هذا تيني كواري هذا هو اللي ادور عليه. هذا برضه مزعج، نحطه عند مصادر الازعاج. وين المباني المزعجة؟ والله مقربها من البيوت على المصادر المزعجة. لا هذا خلنا نبعده شوي كذا ونضيفه الى القائمة. البيوت خلصت لكن اشكالها من الداخل ما ادري كيف بشكل غريب جدا جدا جدا، زعلتوني صراحة.
كم يجيبون لنا الصيادين؟ ما شاء الله 1100، 1100 أكل، جميل جدا. تقريبا الشخص الواحد استهلاكه للأكل حول 100، كيف 18 بطاط فوقه؟ اوكي، وهذا 500، وربي نتحدث الحين عن الأكل. شو كيف حظبط الأمور؟ العمالة، العمالة لسه ما جوا ياخذونه، دخل علينا الشتاء شكله بينكبونا الجماعة. يا أخي زر الأولوية، يا ريت إني أقدر أحط له شورت كت كذا. اهدموا لي هذا البيت، أبغى أشوف ترجع لي مصادري ولا لا. أوكي، سووا له إزالة، في مصادر شوي، الظاهر إنها ترجع لي. والله ترجع لي ولا ما ترجع لي، أنا كذا كذا بهدم البيوت الصراحة، لأن الشكل جدا يزعل يعني. هذا البيت رهيب صراحة، بمية وكم وستة وعشرين، كم يشيل هذا؟ The village boarding house provide a temporary place for homeless. خمس عوائل تقدر تعيش فيه، وجاي بالضبط على حجم الفارم اللي أنا مسويه، وبيطلع أفضل بكثير من الشكل العبيط هذا اللي صاير. حلو، بدينا موسم جديد، الأكل النطة إلى 3000. خلنا نشوف السنة الأخيرة كم. أوكي، صفرت لهذا. السنة الماضية 6400 أنتجنا، و 3300، 3000 صافية من الأكل. وأنا نتحدث، هذه عادة الهيكلة أعزائي المشاهدين في حل المشاكل، ترجع تمسكهم واحد واحد، تعيد توظيفهم. جميل، تم إزالته، نجيب البيت الرهيب هذا ونبنيه ونعطيها أولوية. هلا 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 بالتاجر، هلا والله، يا مرحبا بوم. افا اللوجز مخلص علي، وشلون اللوجز خلص علي؟ نعطيها واحد فورستر اشتغل، ولا اقولهم نظفوا لي المساحة الحلوة هذه من جميع المصادر. خلنا نقرب العمالة، وصلنا تاجر، نبهنا شفناه، التاجر جانا على نهاية الربيع. وش عنده التاجر؟ تيجي تشوف التريد، اكاي سيدز، وش الاكاي هذه؟ والله ما اعرف وش ذا. المهم انه بيريز في ساوث امريكا، اشجار النخيل عندهم تجيب هذه السيدز. كم عندك؟ ب 2500؟ لو ابيع كل الاغراض اللي عندي، فخلنا اعرض كل شيء عندي. يا ريت في زر سل اول ولا شيء. 200 سمك عندي هنا، و10 ليذل، 400 دكت ميت، و10 زنجبيل، و10 ورود، وعشرة هوني، كلهم هذا لم يجيبون. ناقصني 20، كم؟ لا والله ناقصني 470. هذا طبعا انا جايبهم من 10 بس عشان اشوف قيمتهم في السوق. خلنا نرجع نشوف، نفرزهم باي كوانتيتي، نشوف الاعداد الكبيره. البطاط، البطاط خلنا نرسل 500، والشيء الثاني اللي ازرعه بلاك بيري 250. هذا البطاط نقول له جيب لي 500 او حتى 600 نتاجر فيها. انا بكثف المزارع فلا تشلون هم، بس عرفنا الانتاج كيف يكون او كم الكمية. وهذا خلنا نقول 300 بلاك بيري. يلا يا تاجرنا العزيز، شد حيلك تكفى. طبعا التاجر هو بنفسه بيروح للستور. دقيقة خلنا ارويكم اياه، هذا هو التاجرة جالسة تدف العربانة، جايبة الاغراض من الستور هذا، لان الستور هذا اللي فيه البطاطا الظاهر. خلنا نشيك، ايه البطاطا كلها هنا. للأسف اني بنيت الميني تريد هاوس، هذا من مباني الميني هذا هو، فما تقدر تحط فيه الا تاجر واحد او بياع واحد، تريدر واحد، مثل ما تشوفون واحد من واحد، لان السكن صغير، لو حط اثنين بيتم بدون وظيفة الثاني. فان شاء الله انه ما يكون هذا مستعجل صاحبنا وينتظر، بحيث ننوع في الزراعة. تنويع الزراعة تجيب السعادة وتضبط المظابيط، وممكن حتى شيء هذا اللي نشتريه سيد بعدين يوم نبيعه يصير أغلى من البطاط. مهم جدا في التجارة. فيه مبنى أذكره زمان، كنت يوم أتاجر أحط مبنى هنا يجيب لي كلي، بعدين الكلي أحوله إلى زجاج أو شيء، ومن بعدها نصير نتاجر فيه، ينباع بقيمة غالية جدا، ما أتذكر والله كم، بس أغلى شيء عندنا الحين تقريبا اللي هو الجلد ب10 ينباع. الجلد راح أخليه، مع انه والله اني بس من باب التجربة ما ودي اسوي لهم الملابس، رغم انه عندي يعني اللي ده. عندي ثلاثة يطالبون بالبيوت، ما عليكم، فيه بيوت هنا بتنبني، مشروع رهيب جدا، سكن الخمس عوائل قريبة من المزارع، واطلالة جميلة على البحر،
وإطلالة جميلة على المزارع والبلو بيري مدري بلاك بيري، شغلات طيبة. هذه كانت نهاية حلقتنا اليوم، أتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا. لا تنسوني باللايك والاشتراك إذا ما كنت مشترك، ونشوفكم على خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.